لقطتنا الفنية النهاردة هتكون عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر ومحطات في حياتها. جيهان نصر عيسى محمد ولدت في 11 مايو عام 1972 بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس رياض أطفال، ثم بدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات. وبعد الإعلانات اتجهت إلى التلفزيون، قدمت العديد من الأدوار والبطولات. شاركت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينات، وقدمت أكثر من 60 عمل فني خلال مسيرتها، ومن أشهر أعمالها الفنية الدرامية المال والبنون الجزء الثاني، من الذي لا يحب فاطمة، وأسرار خاصة. وشاركت سينمائيا بعدد من الأعمال السينمائية، منها الكتكات والحب في طابة والبحث عن توت عنخ آمون ولعبة الانتقام وزوجة رجل مهم. كما قدمت مسرحيا أيضا عدة مسرحيات، منها أنا والنظام وهواك، المحظوظ وأنا، بالإضافة إلى تقديمها فوازير الحلو ما يكملش. في عام 1997 فاجأت الفنانة جيهان نصر جمهورها باعتزالها الفني نهائيا بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربطلي، الذي تردد أنه طلب منها الاعتزال الفن والتفرغ للأسرة. وعن قصة زواج الفنانة جيهان نصر من سعود الشربطلي قيل أنه التقى بها في بيروت خلال مشاركتها في مسرحية المحظوظ مع الفنان الكبير سمير غانم، وقد سعى للتعرف عليها ونجح في ذلك بعد أن توسط له الفنان سمير غانم من أجل أن يجلس معها عدة دقائق ثم طلبها للزواج، ولكنه اشترط عليها اعتزال الفن وارتداء الحجاب. وبعد أن وافقت الفنانة جيهان نصر على إتمام زواجها من سعود الشربطلي، قدم لها خاتم يقدر ثمنه ب200,000 دولار مع دفع مهر قدره 1,000,000 دولار ومؤخر صداء يقدر ب1,500,000 دولار، وأهداها قصر في لندن وآخر في كندا، ودفع هدية لوالديها وأشقائها 100,000 دولار. يذكر أن سعود الشربطلي يعد واحد من أنجح رجال الأعمال في السعودية، كما أنه استطاع أن يحفر اسمه في الفن بموهبته في الشعر التي أهلته للعمل مع ألمع نجوم الوطن العربي. ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر من جديد بصحبة بناتها والفنانة هبة مجدي في عدة صور نشرتها الفنانة هبة مجدي عبر حسابها على إنستجرام. ونشرت هبة مجدي صور جيهان نصر وبناتها الثلاث التي ظهرن بالحجاب، وعلقت عليها: أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك ليه، إني شفت النجمة الكبيرة المعتزلة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك.